بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله. هلا الصوم قلنا يزن، قال لنا يجب على كل مسلم، وأيضا مكلف، والمكلف هو هلا قلنا بالغ وعاقل. جيد. طيب النية قلنا لا يصح الصيام من غير نية، ما هي؟ الصوم لا يصح من غير نية، وعند الشافعية كل يوم يحتاج إلى نية، لأن كل يوم هو عبادة مستقلة بذاتها، أليس كذلك؟ قلنا عندنا مخرج عند السادة، من يقول؟ السادة المالكية، أنت ذكرت لي لك نقطة، السادة المالكية. المالكية قالوا كما أن الصلاة في 4 ركعات أو 3 ركعات، رمضان في 30 يوما أو 29 يوما، فنظروا إلى رمضان على أنه كله عبادة واحدة، فقالوا يحتاج إلى نية واحدة. يعني نحن شو بنعمل هلا؟ يوم الأحد قلنا نصلي صلاة التراويح، ننوي في قلوبنا نويت صيام هذا رمضان. هلا وبننوي كل يوم نحن على مذهب الشافعية. إذا نسينا شي يوم ما بيروح علينا، بصير بقى العبادة باطلة، لأنه بنكون على مذهب المالكية نوينا وقلدنا السادة المالكية. شو رأيكم بهالمخرج الشرعي الحلو هذا؟ حلو لما مو حلو؟ وكلهم يعني كل الفقهاء من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. تعال عندي ابني، تعال مجد، الله يرضى عليك، تعال عندي ابني، تعال، أو رشفا من الديم. طيب هلا نحن كل واحد بيجاوب على سؤال بياخذ نقطة. أنا هي الفائدة حبيت، هي بتحب تروح هلا أنت، الله يرضى عليك، بس مشان تنوي يوم الأحد عن صيام كامل رمضان، حتى إذا نسينا النية في يوم من الأيام على مذهب المالكية عندنا بقى سعة ومخرج بإذن الله تعالى. طيب قال حتى نصوم يا علي يجب ألا يوجد في الصوم ما يناقض الصوم. يعني واحد منا يعني ما الذي يناقض الصوم؟ يعني بحيث لا يصح معه الصوم. هلا في واحد مسلم أو مسلمة وعاقل وبالغ، لكن حدث معه شيء يمنع صحة الصوم، من يذكر لي هذا الشيء؟ عمر رجاء. المرض شيخ. لا أنا المرض يصح معه، الله قال والسفر يصح معه، إذا واحد شد على حاله قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. لا لا أنا أقول بوجود هذا الشيء لا يصح الصوم. مين ما جاوب ولا أعطيته ولا نقطة؟ شيخي ما ينوي النية. إذا لم ينوي صحيح عند الشافعية، بس هذا وإن المخرج عند السادة المالكية. جيد، لك نقطة. عبادة في شغلة ثانية؟ ثانية وثالثة ورابعة. عبادة خلص هو كل واحد. شيخي الولادة يعني جيد، النفاس دم النفاس، واحدة بنهار رمضان جاها الطلق وولدت الله يسلمها والحمد لله قامت بالسلامة، بعد الولادة شوف ما الذي يحصل؟ يخرج دم اسمه دم النفاس. هذا الدم، هي مسلمة وهي عاقلة وهي بالغة، لكن لو صامت لا يصح من الصيام ولا يجوز من الصيام، الله عز وجل خفف عنها انتبهنا، لكن تقضي. شو يا طه؟ تقضي. نزل ايدك عبادة. تقضي، ماذا تقضي؟ الصيام. طيب في شغلة ثانية، مين ما أخذ ولا نقطة؟ شيخي أنا ما أخذت. شيخي ظاهر، شيخي المسافر. لا يعني أنا قلت المسافر، إذا إنسان طلع عليه السفر وقال تعالى وأن تصوموا خير لكم، أنا أتكلم أشياء إذا حصلت لو كان إنسان مسلم وبالغ وعاقل يعني يجب عليه الصيام، لكن لا يصح من الصيام. حيض. جيد، تكلم مين تكلم؟ عبادة عن النفاس، وأنت تكلمت عن الحيض. الحيض المرأة ابني بكل شهر في عدة أيام ترى فيها الدم، أثناء رؤية الدم لا تصوم ولا تصلي، لكن لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام اللي هو الله فرضه عليها. عرفت شو معناته؟
هلا شغله نسوان مالك علاقه فيها انت، بس انت تعلم بشكل عام. عرفنا؟ طيب شو كمان؟ شغله يعني ذهاب عقل. طيب لا في شغله ثانيه انا بدي اقولها. نعم شيخي هلا اذا ذهب العقل قال اذا ذهب ما اذا اخذ ما اوجب اذا اخذ ما وهب اسقط ما اوجب. شايف؟ نعم. طيب اذا واحد اثناء رمضان استغفر الله طلع منه كلام بشتم الذات الالهيه، انت لك نقطة. عود ابني عود. انا قلت شيخ لك نقطة. شيخ انا شايفين عبادة ايش حبه كثير. انا ما قلت شتم، انا قلت شيخ دير. طيب بعد ذلك طبعا هلا هون بطل صومه، لكن بقى نحن بنقول له صرت كافر هو كفر، لكن شو بنقول له؟ توب الى الله. اذا قال استغفر الله لا حول ولا قوة شو بنقول له؟ الله تواب. الله تواب. نحن ما لنا علاقة لا بنضرب ولا بنقتل ولا بنيم، مو شغلتنا. حتى القاضي بالإسلام لما بيجيبه بيقولوا له في واحد زنديق بيناقشه وبيجيب له العلماء بيزيلوا عنه الشبهات، لأن الشبهة هي مرض بالدماغ، مرض بعقله، الإلحاد مرض. أولادي فهموا علي، واحد تفكر واحد بيعمل حاله إنه أنا ألحدت كفرت بالله ما آمنت. أي ما بتعرف إيش ما آمن؟ هو مثل المريض يلي عينه انضربت. اذا واحد نزل ايده، اذا واحد عينه انضربت عادي يشوف الشمس؟ لك الشمس طالعه بنص النهار الساعه 2 الظهر بيوم صيف مو بيوم شتاء، ما في غير، ما عم يشوفها. ليش ما عم يشوفها؟ لانه هي مو موجوده؟ لا، لانه عينه مضروبه. يلي ما عم يشوف الله وما عم يشوف النبي عليه الصلاه والسلام وعم يلحد وعم يدعي الالحاد والكفر بالله والكفر بالذات الالهيه والكفر بالذات، لا بيؤمن بموسى ولا بعيسى ولا بمحمد عليه الصلاه والسلام. شو بنقول له؟ بنقول له قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. في مرض الالحاد بحد ذاته مرض. حفظنا؟ حفظت العباره؟ لا تنساها. زايغ لا تنساها. الالحاد شو هو؟ مرض. الإلحاد بالله، الكفر بالله شو هو؟ مرض بده علاج. فنحن ما بنقتل حدا. إذا واحد كفر وشتم إنه عم نذكره بالله حتى يتوب، بس يتوب بنقول له ارجع صوم وصلي. نحن بقى هالفترة اللي بعدت فيها عن الله إن شاء الله الله بيغفر لك، يا ما لنا علاقة. نعم، لا بنقتل ولا بنذبح ولا بنضرب، بس نحن بنقول هذا خرج عن الملة. نعم شيخ، عندي سؤال. دي يا ابني. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب اذا واحد تفضل شيخي، اذا واحد اجته علامه من علامات البلوغ افطر؟ لا ابني، اذا كان مبالغ وبلغ بالنهار نام قام استمنى خرج منه وجد السائل ما بيروح بيغتسل بس ما بيفطر، صار واجبا. قبل البلوغ ما كان واجب، كان عم يتدرب عليه وعم يله ثواب. بعد البلوغ شو صار؟ واجب. لكن ما نقول ما بيصح منه الصيام، لا. امتى ما بيصح منه الصيام؟ يعني هون عم يذكر شغله، قال اذا استمنى يعني اخرج السائل المنوي. طبعا هي شغله يعني بيساووها ناس هيك مو مربيين وما بيعرفوا وكذا. ايضا الله يتوب علينا احسن شيء، اذا انسان متزوج وجامع زوجته في نهار رمضان كمان ما عاد يصح منه افطر، اذا اكل، اذا شرب، اذا دخل، مو هي كل هالشغلات هي. اذا تقيأ تعمد، مو تقيأ، مو قاص، دخل اصبعته، دخل اصبعته، تعمد ان يتقيأ فاخرج ما في بطنه. طيب قال سنن الصيام، خلاص الوقت؟ خلاص؟ وزيادة كمان الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عندك بسم الله.